ومعكم ميتا عبد الجليل، واليوم رح أجرب معكم هاكس من التيك توك. هيدي الهاك هيك حسستني إن أنا لازم أجربها. استخدمت البالونة بنات على وجهها لحتى تفرد الفاونديشن وتفرد الكونسيلر. 1 2 3 ما مصدقة رح أحط بالونة على وجهي. نفسي أعرف ليش بيعملوا هيدي الهاكس. لا عن جد. طيب ولا الصوت ساتيسفاينج؟ خايفة البالونة تطق. طب بخصوص الأنف، كيف البالونة رح تفوت؟ يمكن لازم أحط الفاونديشن وبعدين أستخدم البالونة. نجرب الطرف الثاني. البيوتي بلندر شو أثرت مع البنت اللي عملت هيدا الهاك؟ مني بقول هيدا الهاك يستاهل 1/10. الهاك الثاني كمان مشكوك بأمره، ما بعرف إذا رح يزبط أو لا. رح أستخدم ماسكارا وبلو دراي. البلو دراي مفروض إن هي ترفع وتشقل الرموش لفوق. خلينا نجرب. ليش عيوني نعمل لها سشوار؟ عيوني صارت بلو دراي، صارت ناعمة فائقة النوم. أنا ما عندي استعداد أصلا أكفي العين التانية. نحتفظ بهيدا القدر وأعطي الهاك 0/10. الهاك رقم 3، كسرت الرموش بستخدمها لحتى أعمل كات كريز. إيزي سامبل كلين. هيدي الرسمة من أكثر الرسمات البنات بيحبوها، لكن بنفس الوقت بيستصعبوها. إذا استخدمتوا اللاش كيرلر بتعطيكم جايد لاين مبدئي كيف تقدروا ترسموها، وشوفوا النتيجة كيف. وهلأ لحتى نكمل اللوك رح نحط الرموش. This is the final result. حبيتوا ولا لا؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. الفكرة هو انكم تاخدوا الهايلايت وتوزعوه بدل الفرشة بدل أصبعكم، ان انتوا توزعوه بالبيوتي بلندر. خلينا نجرب. ولا لا؟ لا لا بنات، كثير حبيت الريزلت وجدا سريع. انا بالعاده يجولي ايوز اصابعي، بس عن جد روعه، جدا جدا حبيت، وبنفس الوقت ما بياخذ وقت. هيدا الهاك الغريب ان هو اللي راح يفوز ما بين كل الهاكس. راح اعطيه 10/10. ديفينتلي نايس، ماست تراي، لازم الكل يجربه. وبهيك صبايا نكون خلصنا مع بعض هيدا الفيديو. مني ومن كل فريق بوتيكات بنودعكم وبشوفكم فيديو جديد. باي باي.